يلا بينا نبدا جولتنا في لاجازيتا دي سبورت الايطاليه اللي ركزت على انتر ميلان الحقيقه، وكتبت انتر يشكل فريق عملاق طبعا بعد الهزيمه من مان سيتي، والانتر قدم اداء اكتر من رائع. اهتمت الصحيفه كمان باهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع تورام طبعا لاعب نيس الفرنسي، واللي اكد بعض التقارير باهتمام ليفربول بنفس اللاعب. كوريرا دي سبورت الإيطالية ركزت على طبعا نجاح المخضرم رانييري في عودة نادي كالياري إلى الدوري الإيطالي، وكتبت يعني حفلة حمراء، وأكدت صحيفة أن إنتر ميلان لا ينوي التخلي عن لوكاكو في الفترة القادمة، واللي أشارت بعد بعض التقارير باهتمام الأندية السعودية بلوكاكو. نروح لألمانيا، وصحيفة بيلد الألمانية اهتمت اهتمام خاص طبعا بساديو ماني، وكتبت العديد من الفرق تبدي اهتماما بساديو ماني. صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن برشلونة لن يتعاقد مع كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد إلا في حال رحيل فيران توريس. صحيفة ديلي التليجراف الإنجليزية سلطت الضوء الحقيقة على المكاسب المالية لنادي مانشستر سيتي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكتبت مكاسب ثلاثية للسيتي ب 300 مليون استرليني. كمان اهتمت بتصريحات رودري اللي طلب خلالها النادي باستغلال الموسم التاريخي نحو انطلاق احتكار الألقاب الأوروبية وجذب أفضل اللاعبين في العالم. عندنا فاصل سريع، بعد الفاصل معانا نجمنا محمود شاكر هيكون ضيفنا النهارده في المحترف عشان نتكلم عن النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، ونتكلم كمان على دوري الابطال. خليكم معانا في المحترف.